صار ايه الحاجات اللي بدرية المفروض تغيرها في نفسها؟ عندها كتير. ايه ده مالك كده سكتي؟ ده حاجات كتير قوي. اصل انا قلتها الحاجات دي قبل كده ليها. زي ايه مثلا؟ اعلنيها على الهوا يا انتصار. قولي لنا احنا مش عارفين. بدرية لازم تبطل تدلق قوي على الناس اللي بتحبهم. وتأمل لهم قوي لدرجة انه يعني ممكن تعرف حد امبارح مثلا تحبها او تحبه, فجأة تلاقيها في البيت عندها تاني يوم, فجأة عارفة كل اسرارها, تقعد تحكي لها كلها, وفجأة تصدم تقوم معيطة وتقول لك شفتي الزمن والدنيا والقدر. ما هو مفيش حد تعرف على حد في يوم. دي طيوبة خالص كده. مفيش حد بيوصل لنهاية علاقة في 24 ساعة. يعني تحبيها وصاحبتك قوي وتجيلك البيت تحكي لها كل في يوم. ده في ناس بتقعد سنين عشان تآمن لحد تقول له سر. لا هي خلاص حبت حد خلاص. ممكن تلاقيه معاها في المسرح ومعاها في البيت, تلاقيه مسلفاه ومبيتاه في الصف. والله بتسلف فوق. بتسلف. بتسلف. دي معلومه مصر كلها كله كله عندك. بدريه في الفاصل بقى عايز بس مبلغ تحت الحساب. يا اخويا عينيا يا خراشي ما يجيش من بعد خيرك يا عموري. عموري يا اختي. وبعدين تبقى الصدمه بعد ده قصه عموري بتبقى قويه جدا. ليه؟ لانها مش مصدقه. ازاي دي كانت بايته هنا؟ ازاي دي لبست هدومي؟ دي كانت اديت لها موبايلي, دي معاها, دي كانتش بتشتغل وانا قلت كلمت فلان وخدتها معايا. وعياط بقى هيستيري. وبعدين فجاه مثلا بعد مده تشتكي لك ان هي ايه بتبلبع برشام. ليه؟ عشان تهدى. مهدئات. عشان هي من الصدمه تطلع في الانستجرام تقول لك انا جوه خرابه.